اسباب يا فندم او في مؤشرات بتقول يعني فعلا ما اتكلمنا على اسنا وبنتكلم على العجمي وبشكل عام في مسرحيات عزل في مصر، يعني ده مؤشر على ايه او ليه احنا الحمد لله يا رب ربنا يعني يديمها كده حالات التعافي عندنا اكتر؟ احنا من اول يوم عاملين كلينيكال بروتوكول او بروتوكول علاج بلجنه فنيه عاليه جدا مستشارين وزاره الصحه والجامعات المصريه والقوات المسلحه، وعملنا بروتوكول واتعرض على منظمه الصحه العالميه واثنت عليه جدا. كل العقارات اللي بيعلن عنها في امريكا وفرنسا وكل ده احنا عندنا في البروتوكول من اول يوم. الكوادر الطبيه عندنا عاليه المستوى وبندربهم بشكل دائم. امبارح كان في تدريب ويبينار ل10,000 طبيب في وقت واحد، كورسات لمده طويله ساعات طويله على بروتوكول العلاج وتطبيقه. الحقيقه اللي فارق معانا هو الكوادر الطبيه والكوادر العلميه والبروتوكول العلاج، وكذلك الحاله الايجابيه لمقدمي الخدمه اللي بتنعكس على المرضى. فتلاقي المرضى ما عندهمش، طبعا العامل النفسي بيفرق مع المريض في الشفاء. تأكيد. المقدمين الخدمه يعني هم ابطال بصراحه، وبيعكسوا الروح الايجابيه للمرضى، وده بنشوفه على مواقع او في السوشيال ميديا ان المرضى هم في اثناء وجودهم في المستشفى بيبعتوا بوستات ايجابيه جدا على المعامله والعلاج. بتفرق طبعا. المتوسط فترة الإقامة 8 أيام ده شيء هايل جدا بالنسبة لنا ومن العلامات الإيجابية عندنا. يبقى إن إحنا عدد الوفيات بالنسبة لنا، أنا بس عايزة أقول وحضرتك يمكن أول حد يعرف الخبر ده، إن 15 واحد من ال 41 وفاة اللي عندنا توفى قبل ما يوصل المستشفى. يعني توفى وعربية الإسعاف ما راحتلوش. وده تاني بكرر يا جماعة، الحالات بتجيلنا متأخرة جدا، دي ما بتبلغش يعني، بتبلغ في وقت متأخر كمان. بيبقوا خايفين ان هم يبلغوا، بيبقوا زي الدكتور اللي توفى ربنا يرحمه، هو كان مصر ان هو ما يروحش مستشفى. يعني هو لو كان من اول يوم احنا قلنا له لازم تيجي ما رضاش. طب هو يا دكتوره يا سياده الوزيره، هو ده اختياري يعني؟ العزل طبعا المنزلي او العزل الطبي في مستشفى عزل يعني تبع الوزاره، ده اختياري ولا؟ لا مش اختياري. المفترض لكن يعني حاله زي كده اتفضل. طالما انت احنا ما نعرفش ال 15 حاله اللي توفت قبل ما نعرف، دي توفت قبل ما احنا نعرف. فدي حاجه. طيب في 15 تانيين بقى جم من ال 41 وفاه ما قعدوش ساعات في المستشفى، يمكن التحليل كان لسه ما طلعش وهم توفوا في المستشفى، جايين متاخرين جدا. وانا كل ما اعمل مداخله في التلفزيون بقى اناشد الاهالي. احنا دلوقتي بقى عندنا، احنا عندنا 50 مستشفى حميات وصدريه. عندنا معامل مركزيه كان معمل واحد، النهارده بقينا 25 معمل، وربطنا 6 جامعات مصريه فبقى معانا 31 معمل. وبكره هنفتح 3 اماكن في القاهره والجيزه للعينات، لصاحب العينات، فهنبقى 34 مكان بياخد عينات غير ال 50 مستشفى صدر وحميات. التوسع اللي احنا عملناه في المستشفيات والمعامل المركزيه والفحص ده كلفنا مجهود ووقت وكل حاجه، بس احنا اشتغلنا فيه بسرعه جدا علشان نمكن الناس ان يكون عنده مكان. كنا الاول العينه تيجي من الاقصر او البحر الاحمر نوديها القاهره قبل ما تتحلل، يبقى فيها يوم ونص قبل ما العينه تيجي وتروح والنتائج وكل ده. دلوقتي بقى في ساعتها بتطلع النتيجه. فانا ارجو ان الناس واناشد الناس، اهالينا من كبار السن بالذات واللي عندهم امراض مزمنه والسيدات الحوامل، اي اعراض تظهر، اعراض تنفسيه معاها درجه حراره مرتفعه، ارجوكوا روحوا على اقرب مستشفى حميات او صدريه او معمل من المعامل المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية. كل أنحاء الجمهورية دلوقتي بقى فيها معامل وعلى أعلى مستوى ومربوطة بشبكة المعامل المركزية وتابعة للمعامل المركزية لوزارة الصحة، وتدار بنفس الأجهزة والفنيين وبنفس أنواع الكتس والتحاليل. كويس. فأرجو إن الناس، لأن برضو كتير إن يتعد نسب وفيات لناس إحنا قبل ما يوصل لهم الإسعاف كانوا توفوا 15 واحد، و15 واحد اتوفوا في المستشفيات مجرد وصولهم قبل ما العينه تظهر، قبل ما النتيجه تظهر. ده اللي معلي شكل الوفيات في مصر انها توصل ل 5.5 ل 6%. ده
ده بالنسبه لنا مش كان في كمان جزئيه، لو العيان راح ل او يعني اللي تشكك او كده راح لمستشفى خاص واتكشف او اتشخص عليه غلط ويعني ومفيش ابلاغ والصحه برضو بعيده، ده جزء كبير من ال 15 حاله اللي توفت قبل ما الاسعاف بيحصل كده برضو. ازاي يا فندم بقى؟ كبير. احنا برضو انا بس بقول ان ده دي خبره كبيره جديده على كل الكادر الطبي، وما فيش مستشفى خاصه حابه انها يعني تلام على حاله او تبقى عندها حاله كورونا ممكن تعدي الاخرين وما يقدملوش الخدمه الصحيه ولا وما عندوش كلينيكال بروتوكول معتمد او بيشتغل بيه. فاحنا بننبه على المستشفيات وبنكتبهم اقرار وبنقول لهم خطوره حاجه زي كده، والحقيقه المستشفى اللي بتعمل كده ما بتعملش كده تاني. يعني البعض منهم بيخاف ما بيقولش عشان ما يبقاش يتقال عنده خاص وعنده حالات كورونا، في يعني بيكتموا على الموضوع زي ما بيتقال يعني. فده ساعتها حضرتك بتقولي لا اللي هيحصل ده هيبقى فيه اجراء يتخذ ضده ضد اي احنا بناخد اجراءات وبنفهم المستشفيات الخاصه والمعامل الخاصه خطوره اجراء زي ده، وما بيعمل يعني المعمل او المستشفى اللي بيعمل كده الحقيقه ما بيعملش كده تاني. تمام. فاحنا لكن انا بقول ده بيحصل في كل العالم، وخبره العالم كله في التصدي لمثل هذا الوباء تكاد تكون مش موجوده، لان اجيال كتير الحاليه واللي فاتت ما تعرضتش لهذه الخبره. فاحنا بالتدريج بنشتغل وبسرعه وبطريقه يعني فيها تحكم، وبنشتغل مع بعض وبنتعاون كلنا في الاخر. من الجزئيه دي يا فندم يعني تبادل الخبرات بقى والتعاون مع الدول ونشوف النماذج اللي قبلنا وما الى اخره وبالتنسيق مع منظمه الصحه العالميه. فسؤالي يعني احنا شفنا وتابعنا جزء المؤتمر الصحفي للمنظمه وتقييمها للشغل والاجراءات اللي واخداها الدوله المصريه، برضو تفاصيل مع حضرتك اكتر والقصه بقى المتعلقه بالبروتوكول العلاجي بتاعنا، وفي محاولات دلوقتي حسيسة كل دول العالم تتسابق عشان توصل لمصل أو علاج لهذا الفيروس. مصر ومشاركتها مع هذه الدول ومع المنظمة. احنا طبعا من أول يوم وماشيين بالمنظمة وماشيين بتعليماتها، وخدنا الإجراءات الاحترازية من أوائل دول العالم اللي خدت الإجراءات. احنا طلبنا بعثات تقصي، آخرها كانت الأسبوع اللي فات، جات لنا بعثة كبيرة من 6 خبراء أجانب مروا على كل أماكن الخدمة من أول الحجر الصحي والمعامل المركزية ومستشفيات الحميات والصدر ومستشفيات العزل والتقصي والعزل في القرى، وقيموا كل حاجة ويعني أدوا تقرير احنا نفتخر بيه كدولة مصرية. لأن طبعا الشغل اللي اتعمل ده مش برجع أقول دايما ده مش شغل وزارة، ده شغل الدولة المصرية بكل أجهزتها. فاحنا الحمد لله التقرير ده نفتخر بيه، اللي يفرق معايا ويزيدني فخر ان احنا نعدي بالدوله المصريه ومصر من هذه الازمه، ده اكتر حاجه تفرق معايا. لكن احنا كمان منسقين مع كل الخبراء في العالم وداخلين في 3 ابحاث مع 3 جورنالز او مراكز ابحاث كبيره جدا في العالم. وعملنا سكايب واجتماع مع خبراء من الصين الاسبوع اللي فات علشان تبادل الخبرات، وفي مجموعة من الصينيين جايين لنا خبراء صينيين هيشتغلوا معانا في أحد المواقع. ودخلنا مع يعني في علاج منظمة الصحة العالمية أثنت عليه، اليابان اشتغلت بيه، فطلبت من دول العالم إن هي تشتغل على البروتوكول العلاج ده. احنا في انتظار هذا العلاج، لكن احنا البروتوكول المعتمد عندنا في كل أنواع الأدوية اللي كل دول العالم في الآخر يعني مؤخرا أشد بيشتغلوا بدواء السل بدواء الملاريا الكلام ده كله، ده احنا شغالين بيه من أول يوم بروتوكول قوي جدا، عشان كده نسب الشفاء عندنا مرتفعة ومعدل البقاء في المستشفى أو الأقل في المستشفى 8 أيام. طيب المستلزمات الطبية بقى والوقائية والكلام ده كده، الموقف بالنسبة لها وأجهزة التنفس الصناعي اللي دول العالم في أزمة بالنسبة لها، وحتى شفنا الولايات المتحدة الأمريكية وطلب الرئيس ترامب من واحدة من الشركات الكبيرة إنها تشتغل على التصنيع ده، والرئيس امبارح اتكلم على إمكانية بحث إمكانية التصنيع المحلي لهذه المستلزمات أو للأجهزة اللي بنتكلم عنها تحديدا. احنا الحمد لله يعني بالنسبه لاسره الرعايه المركزه والتنفس الصناعي احنا عرضنا على سياده الرئيس ودوله رئيس مجلس الوزراء من اول يوم سيناريوهات الجائحه
وأسوأ سيناريو واحتياجاتنا فيه إيه. والاحتياجات الحمد لله كلها متوفرة في مصر. امبارح لما عرضنا بسيناريو في عدد أعلى، يعني كان الورست سيناريو على عدد كذا، زودنا كمان الأعداد وشفنا مدى يعني إمكانية. لو لا قدر وصلنا للسيناريو الأسوأ يعني تبقى برضو احتياجاتنا موجودة موجودة الحمد لله، لكن احنا في موقفنا الحالي الطبية دي فيها نقص حد في كل العالم. واحنا شغالين على ان احنا بنستورد من الصين وبنصنع في مصر، وقرارات الحكومه وقرار رئيس مجلس الوزراء ووزيره التجاره والصناعه بايقاف التصدير ده يعني خلال اسبوع هيرفلكت على الارض فعلا بتوفر هذه المستلزمات. سياده الرئيس برضو وجه لمدى امكانيه تصنيع بعض الاجهزه الطبيه في مصر، واحنا فعلا عندنا شركات بدات تصنيع النون انفيزيف فنتليتور او اجهزه التنفس الصناعي اللي مش انفيزيف، اللي هي مش محتاجه انبوبه، او ممكن ودي بعض الحالات ممكن تبقى بالنسبه لها ده كويس. في شركات في مصر بدات تصنيع واحنا يعني شغالين معاهم وديناهم المواصفات اللي احنا عايزينها. ان شاء الله باذن الله يا رب. احنا اهم حاجه ان احنا نعدي، احنا عدينا الاسبوع السادس.